وعشان هيك دايما لازم نغتنم كل فرصة بحياتنا، ما نتمسك ابدا باي اشي ضمن منا انه مش رح يتكرر. والحياة عمل، واساس اي علم بتقوم فيه بطاقتك الايجابية بمحبتك للناس بعلمك اللي تخصصت فيه هو انك تفيد الغير وتعمل فيه علشان تعم الفائدة في كل مكان. وتذكروا دايما تفائلوا بالخير تجدوه. كيف بيشوفوا الناس عام 2022 أمنياتهم في هالعام الجديد؟ حملناها لكم بيت للكل من الوطن العربي، خلونا نشوف. أول إشي أنجح في الماجستير، خلص امتحانات وعلاماتي كل الممتازات، أهم حاجة. الإشي الثاني إنه إن شاء الله ربنا يعني بترجعها الشعب، و من بيكون الأمور بتكون أفضل من هيك بكثير، يعني والشباب يعني يكون لهم دور أكثر في هالبلد. خروج الاحتلال من بلدنا، تقليل من البطالة، ده حقوق كثيرة للشعب الناقصة، تخفيف الأسعار، ونكون كنا بخير وسلام إن شاء الله. إن شاء الله السنة الجديدة أتوظف فيها، وعليك يعني الحلم اللي بدي إياه إني أصير تخصصي يكون ترجمة وبير زيت، وأكون شخص ناجح في حياتي. كل شيء بنتمنى يتحقق، وإن شاء الله يعم السلام في جميع العالم، وكل واحد يحقق اللي بتمنى إن شاء الله. إني أكون بصحة جيدة، أولادي وبناتي وأهلي وكل قرايبي يكونوا بصحة جيدة، وفي كروش بتمنى أن الله يوفقني بوظيفتي وبناتي يكبروا ويتعلموا. ونتمنى هلا الشعب كله يكون يعني في سلام وأمان، والكل يتوفق في حياته إن شاء الله في هالعام القادم يا رب. تخرجوا بناتي يتوفقوا بحياتهم، يكون لهم أشغال بعد ما يخلصوا يتخرجوا، كمان يكون لهم وظائف مناسبة. تركوا في وظيفتي وظلوا جوزي وولادي وقرايبي وأحبابي جميعهم سالمين. إنه أمي تكون بخير لأنها مريضة كلى. بالنسبة إلي شخصي إن شاء الله حاب أخذ رخصة. والله بعمري يعني أنا بدي يعني يكون الله مهدي بالك، وعندي ولد يكون نفسه أجوز فيه، يعني بس أفرح فيه. بس واحد يكون عنده بيت مستقل، يكون عنده يعني وظيفة مستقرة ومستقل يعني مريحته، ويعني عيلته تكون بخير وأهله. راح أتخرج وأتمنى ألاقي شغل منيح، وأتمنى إنه يعني تكون الدنيا بخير. أخلص جامعة، أشتغل، أجيب سيارة، تروح كورونا نهائيا. أدعو الله أن يمر، أن يأتي العام القادم مع انتهاء الوباء، أو أن يعم الرخاء والسخاء على شعبنا وأمتنا العربية. أتمنى أن يكون عام مليء بالراحة والأمن والسلام. وعندما نتحدث عن الأمن نحن نتحدث عن أمن صحي وأمن اقتصادي، أمن سياسي. فنتمنى أن يكون عاما مختلفا عن العام الذي مضى. كل عام والجميع بألف خير، وقائد الوطن بألف خير، والوطن والأمتين العربية والإسلامية، وإن شاء الله يكون عام سرور وسعادة وصحة، ويبعد عنا الأمراض بإذن الله. طوينا صفحة 2021 ومنفتح صفحة 2022. الأمنيات هي الأمن، الصحة، السعادة والسلام، الأمن والأمان لوطننا وللعالم بأسره. كل عام والجميع بألف خير، ويا رب سنة خير وصحة وسلامة للكل.